يونا بارك بحالاش تسجيل؟ هو اللايف كيبقى مسجل، ما كنمسحش انا لي لايف. كتدخل الفيسبوك عندي وكتلقى اللايف باقي مسجل، كتفرج فيه على خاطرك. الو، غادي نشوفوا اليوم لا برودكسيون كريت كوم توجور الخميس. الناس ديال الاولى باك ما كيلتزموش، ما كيدخلوش بزاف، ولكن هذا لا يمنع اننا نوفيو بالوعد واخا مع غير الناس القلال اللي كيدخلوا، باش يدوزوا الجهوي ديالهم في احسن الظروف. وهذا الدرس هذا كمجموعة من الدروس كيهمو حتى الدوزيام اني باك، راني كتبتها تما في الوصف، كتبت لا بروميير اي لا دوزيام اني باك، حيت لا برودكسيون اكريت بجوج بيكم عندكم الجهاوي في ان تيكست ارغومونتاتيف. سي بون. الوغ غادي نشوفو اليوم لا ميثودولوجي دو لا برودكسيون اكريت، وغنتفاهم على شي حويجات هما الاولين بعدا باش نكون واضحين، لان كنسمعو في دي لايف دي بروف كيتحمسوا شي شويه وكيقولوا شي حويجات اللي ماشي منطقيه، ما غاديش يقصدوهم يغلطوكم، ولكن ربما غير عن جهل ولا عن عدم درايه او عن قله تجربه بالامور كيفاش كدوز. غتفاهموا هاد لا برودكسيون كريت ولا هاد لي بلان بمن خاصين؟ خاصين بداك التلميذ اللي غيمشي نهار الجهاوي غيقرا لو تيكست، غادي يخرج 10 الأسئلة وغيحط السيلو وغيخرج، ما غاديش يقيس لا برودكسيون كريت. حنا غنديرو هاد الخدمة باش ما يحطش السيلو ويخرج، باش على الأقل يجيب واحد 5 على 10 في لا برودكسيون كريت، زيد عليها شوف واحد 7 ولا 8 في ليتيد دو تيكست، يولي لاعب في 13 ولا 14 فاسيلمون. اللي عنده نيفو مزيان يقدر ما يديرش هاد لو بلون كاع وراه ياخد نقطة مزيانة، ولكن هذا لا يمنع أنك تاخد واحد لا ميثودولوجي تحترمها باش تجمع النقاط كما كنقولوا حنا. خوض الهضره، عجباتك دير بها، ما عجباتك خليها، المهم هي عندك، ولكن اللي معني بالامر هو داك التلميذ او هذيك التلميذه، داك المترشح ولا هذيك المترشحه اللي غادي نهار الامتحان ما يعرف ما يكتب. وراه هذه بتجربه سنوات، مترشحين كيخرجوا من الفرنسيه حيت هي اول ماده كدوزو كيعيطوا استاذ الله يرحم لك الوالدين، داك لو بلون اللي عطيتيني راه خدم ليا، راني انا كنكتب وصونات الساعه عاد ساليت، يعني لقيت ما نكتب. وتخيل دابا ما عندكش هادشي اللي غنعطيك دابا، او غيعطيه لك شي بروف اخر، لان هادشي ماشي عندي غير بوحدي، تخيل ما عندكش باش غتكتب. حيت اول حاجه باش كنهربوا حنا لي بروف، ولا بغيتي تكتب خاصك تكون قرا القصص بزاف، وسيدي راه ما كتقراش القصص، انت كمترشحه ديال الباك حر مثلا، عندك وليدات، عندك خدمه، عندك التزامات مكلفه بوالديك، الله يحسن العون، الله يثبت الاجر كل واحد، ما عندكش الوقت فين تقرا القصص ويكون عندك الرصيد وداكشي. دونك اش كدير؟ كتاخد هاد لي زيكسبريسيون، هاد الجمل اللي غنعطيك وكتحفظهم وتقضي بهم الغرض. نجاوب على حاجه اخرى، كيقولك لو بلون ولا بقى كيتعاود غادي يتسمى غش. لا ماشي غش، واش حنا دراري صغار؟ على الاستاذ اللي كيصحح ما كيعيقش بهذا نقال وهذا ما نقالش، راه باين. امتى كيكون الغش؟ ملي كيكونوا لي زارغومون بحال بحال، وماشي غير لي زارغومون بحال بحال، لي زارغومون وفيهم اخطاء، هذا غلط وهذا غلط وهذا غلط وهذا غلط نفس الغلط، وان فان د كونترا الاستاذ اللي كيصحح راه ما كيردش البال كاع على هذا، يبقى هو يحكر عليك نقلتي ما درتي. صافي الفرنسي حنا عارفين المستوى كي داير، كتقول اللهم يكتب ليا ولا يخلي ليا داكشي خاوي غير يقضي الغرض. دونك انت ما عليك غير تحفظ، وهو الحاجة غنصحك بها الله يرحم لك الوالدين، ملي غتدخل ان شاء الله ليكزامان غيعطيوك ورقة الوسخ، اول حاجة غتكتب هاد لو بلان اللي غنعطيك دابا، حيت غنعطيك 3 د لي بلان او 4 بليوتو، جوج ديال بلان سامبل، واحد ديال بلان دياليكتيك، واحد ديال بلان اناليتيك. غتقول لي يا استاذ واش هادشي كله غنكتبو به؟ لا، خودهم واختار ديك الساعة اللي يليق بيك. غالي كوثر، الا ما كتفهميش الفرنسيه غادي تاخدي باش دوزي هذا، باش دوزي الامتحان فقط، ضروري تاخدي باش دوزي الامتحان. صافي نبداو. الوغ شوف لي هاد لو سوجي، مشيتي يا سيدي نهار الجهوي وعطاك هاد لو سوجي. سيغتان بيغسون بونس كو لا فيزيت دون فويونت لور بيرمي دو ديسيلي، بيرمي غادي نصححها واحد الام ماشي ال هنا، D'accord. Leur permet
de déceler يعني تكشف leur avenir et résoudre leurs problèmes, travail, santé, amour. اش كيقول الناس؟ certaines personnes, بعض الناس مالهم pense يعتقدون ان la visite d'une voyante, زيارة شوافة. شوافة كيما كانت حيت في لا بواطا ميرفاي بالنسبة للناس الاولى بات عندهم شوافة ساكنة مع سيدي محمد في الدار لا ميزون دو لا فويونت داكوغ لوغ بيرمي دو ديسولي. شنو هي ديسولي؟ ديسولي يعني كتكشف لوغ افونيغ على المستقبل ديالهم. الانسان علاش كيمشي عند الشوافة؟ علاش تسمى شوافة اصلا؟ حيت كتشوف. اش كتشوف؟ المستقبل. بيان سيغ راه ربي هو اللي كيعلم الغيب، راه ما كاينش هادشي. اي ريزودغ لوغ بروبليم، وباش يحلوا المشاكل ديالهم. شنو هو نوع المشاكل؟ في الخدمة لو ترافاي، شي واحد كيخدم وكيجريو عليه او ما تيستراش ليه حتى شي خدمه وعنده مشاكل في الخدمه. لا سونتي كيقول لك عندي ديري لي التوكال. لامور مثلا شي وحده باغا شي واحد يتزوج بها خاصه تمشي عند الشوافه، واش غيجي يخطب ولا ما غيجيش. او شي راجل مثلا فين ما يبغي يخطب شي وحده تعكس ليه، كيمشي عند الشوافه يقول لها شوفي لي هذا العجب مناش. كاينين ثلاثه النقاط، يعني كاينين بزاف د المشاكل كيخليو سيغتان بيغسون يمشيو عند لا فويونت باش تشوف ليهم المستقبل فين كاين المشكل. وحنا كناس فضوليين واخا تعرف هادشي كذوب كتبغي تسمع. بونسيفو كيز اون غيزون، واش كتظن بانهم على حق في السلوك ديالهم؟ اون غيزون عندهم الحق انهم ها يمشيو عند الشوافات. انت اش غتجاوب؟ ما عندهمش الحق ولا عندهم الحق؟ دبر راسك، واخا الاغلبيه غيقول ما عندهمش الحق داكوغ. الا ولكن ماشي غتجي وغتقول ما عندهمش الحق، رد معايا البال اش غدير سيبو. اول حاجه مقدمه، رد معايا البال مزيان سيبو، مقدمه هاي باش غتبدا انت غتدخل غتشد ورقه ديال الوسخ والسيلو تبدا تكتب. هاد الشيء راه مكتوبه تما، مكتوبه بروميير باك ودوزيام باك. واللي يشوفوا سيفو بلي الوصف ديال اللايف كتكتب سيغتان بيغسون ما عجباتكش دير بوكو دو بيغسون، ما عجباتكش دير بليزيغ بيغسون، ما عجباتكش دير شي وحده من عندك شفتيها في شي بلاصه اخرى. انا عطيتك ثلاثه د النقط، عندك الحريه كتبتيها تخي بيان. اش غتزيد عليها؟ بونس كو يعتقدون، او كخوا كو كاينه واحد الاوت ما مكتوباش، فوا كو يرون، استيم كو يقدرون. كتختار على وحده. ها نشوف اذا شفتي سلاتش، هادشي غنقولو غيبقى مسجل ان شاء الله ما غيتمحاش. الا شتي هاد سلاش عزلها وحده، بحال مثلا بونس كو عزلها ما عجباتكش، عزل كخوا كو، فوا كو، استيم كو. صافي كتبتيهم وغدوز لا تيز. غتقول يا استاذ منين غنجبد لا تيز؟ لا تيز هو هذا، من كو، من كو حتى لهنا كل تيز، يعني تيز هو الموضوع ديالك. لا تيز كنقولوا الاطروحه بالعربيه، لكن حنا ما غنقولوش اطروحه، غنقولوا الموضوع اللي كيهضر عليه هاد الانشاء، هاد لا برودكسيون اكريت كيتسمى لا تيز. اذا اش قلنا غنديروا؟ سيغتان بيغسون بونس كو لا فيزيت دون فويونت لور بيرمي دو لو دو ديسولي لور افونيغ اي ريزودغ لو بروبليم ترافاي سونتي امور. حتى هنا ونوقف، ما بغيناش نديرو سيغتان بيغسون، نديرو بوكو دو بيغسون. ما بغيناش نديرو بونس كو باش ما تكونش عندي التكرار. اش غندير؟ كخوا كو، فوا كو، استيم كو، داكوغ. وندير لا تيز اللي هي لا فيزيت، انا علمت عليها من لا فيزيت حتى الامور، يعني غير فودي كو وكتب. شوفوا واحد الكومنتير، مرحبا الاخت ريم رانين، الحمد لله. جوستومون راه دابا حنا حيت الساهله هي تقول له ما عندي ما نديرك في لا برودكسيون، حيت خاصك تمشي تقرا القصص باش يولي عندك باجاج، باش يولي عندك فوكابيلار. ايوا ولكن راه هو مدروك مسكين بالوقت، راه ما عندوش كيفاش يدير، ويبغي يقرا القصه غتغلبو، خاصو يبقى سطر يشرح فيه اربعه الكلمات ولا خمسه عادي يدوز كيعجز. دونك حنا اش كنديرو هنا؟ كنعطيوك واحد المنهجيه اللي كتعتق بها راسك، يعني حنا اوني فونكسيونيل في هذا السميت باش ما يتزايد علينا حتى شي واحد. الله يستر عليكم، راه حنا كنتشوفوا مره كيبارطاجيو معاك الاخوه شي لايف ديال شي بروف وكتلقاه كيزايد عليك. واسيدي راه حنا عرفناك استاذ وعرفناك واعر وعرفناك عندك السبق في كل شيء، تسابق كل شيء، العالم كامل سابقو انت. ايه ولكن راه كيهربوا من عندك الناس وكيجوا عندنا، يعني علاش؟ دونك خصك تراجع نفسك.
خاصك تشوف بان دوك الناس راه عندهم ظروف ما تسمحش لهم انهم يبداو يلاه يجمعوا في الفوكابيلير ويقراو ويديروا مزيان. انا معاهم يديروا، اللي عنده اللي جالسه شي مرة في الدار ولا شي تلميذ مازال كيقرا خصو يشد اللغات ماشي غير الفرنسية، ولكن ما ينساش بانهم تبعوا بواحد ليكزامان وخاصو ليه الزاد والعدة، خاصو دي زيكسبرسيون، خاصو دي فراز من دارهم يمشي. عليكم السلام امات الله، من دارهم يمشي عارف راسو واش غيكسب، ندخل مباشرة في الموضوع. واش كندير من بعد ملي كنكتب لا تيز كندير الوغ اون تي الغيزون، واش عندهم الحق هادو؟ واحد غيزون خصنا نحيدو على اس سيل فوبلي هنا قبيله بانت ليا، ولكن راك عارف مره الكلافي كي هنا لا جينيراسيون ديال ستيل، وحنا الكلافي ديما كيدير لنا الضحك ملي كتبدا تخدم عاد كيبان لك لافوت. صافي سي بون، دونك سالينا، هاي المقدمه ساليتها، نوريها لكم في هذا الموضوع ديال هذا الموضوع نوري لكم دابا. هاو لا فيزيت دي فوايونت، ياك هو هذا الموضوع اللي قريت لكم دابا. سيغتان بيغسون بونس كو لا فيزيت دون فوايونت لور بيرمي دو ديسيلو لو غافوني ريزودغ لو بروبليم ترافاي سانتي امور بونسي فو كيز اون غيزون. انا ما درتش اس، شوف واش عندهم الصح، واش عندهم الحق انهم يمشيو عند الشوافات، واش هادشي اللي داروا مزيان. بو ريزودغ سات كيسيون غيدي يجي ان تكس ارغيومونتاتيف، عندكم نص حجاجي ايلوستري باغ دي زيكزومبل. اشني ايلوستري؟ يعني مدعم، داكوغ، باغ دي زيكزومبل، بامثله. اعطي مثال، عندكم شوافه في الدرب في لابواطا ميرفاي مثلا، الشوافه ما طفراتوش، هي براسها ما طفراش، باغا تعتق عباد الله وهي كارهه مع الجيران، داكوغ. وداك سيدي العرافي حتى هو ساكن مسكين في واحد الزنقه كلها حاشاكم ازبال واوساخ، وباغي يعطي للناس الحلول، يعني كتقول لهم بان راه الشوافات براسهم ما مطفرينوش. صافي سي بون، الوغ شوفوا البلان اللي عطيتكم، اش قلت لكم باش غنبداو؟ الا لقيتو شي حاجه مكتوبه بالاحمر راه هي لو بلان ما غيتبدلش، دونك فين ما تلقى الاحمر حافظ عليه ما تبدلهاش في اي موضوع. مره كتسمع كيقول لك لا راه ما يمكنش يكونوا شي جوج جمل كيجيو في اي موضوع. علاش ما يمكنش؟ علاش ما يمكنش؟ بحال السلام عليكم كتقول لاي قوم يردوا عليك ولا ما يردوش عليك. السلام عليكم جمله مفيده تصلح لاي مجلس. دونك ملي كنقول بعض الناس، علاش بعض الناس ما تجينيش في اي موضوع؟ تجيني في اي موضوع، يعتقدون ما تجينيش. حنا كناخذوا الجمل اللي كتكون بوليفالونت، يعني ستوندار كوموندي. مازال غنعطيكم دي زارغيمون ستوندار، بحال كنقول لك وهذا السلوك مرفوض من طرف ديننا الاسلامي. ما انا ما غاديش مع هذا الموضوع بحال هذا د لافويونت، ما كاينين شي مواضيع بزاف اللي كتجي معاهم ارغيمون واحد، دونك الا وظفتيه كتحس براسك راك غادي مزيان. نكمل، دونك اش قلنا غنديرو اللي قلت لكم قبيله هو هذا، سيغتان بيغسون بونس كو، اشنايا هادي سيغتان بيغسون خديتها بوحدها، بونس كو خديتها بوحدها. دابا غناخدو لا تيز، La visite d'une voyante leur permet de déceler, clic comme déceler, ni qu'un chevaux le mustaqbel, leur avenir et résoudre leurs problèmes, qu'ils soient au niveau du travail, un azawak chouia, l'aud mandir ben akosin, travail, santé, amour, du travail, de la santé ou des relations amoureuses. D'accord? Ou aoutan ibn Hamar, alors ont-ils raison? Idar dit-il bel, chnom el rathafd alayhum, certaines personnes pensent que, و الوغ اون تي ريزون، وداكشي اللي بالكحل ملي غتجيبو، غتجيبو من الموضوع اللي عطاوك، من لو سوجي ديالك، من هذا، من هنا. سيتادير الا كنتي فنان وكنتي معلم وكنتي قافز، غادي تحفظ ليا غير هادشي اللي عطيتك بالحمر، وداكشي الاخر كما كيقولو المغاربة من اللي حيتو لقم ليه، غتاخد الجمل اللي عطاوك، الجمل اللي عطاوك هما في النص، وعاود نقلهم. غتقول يا استاذ وغيكون التكرار، انا كنقول ونعاود، راه كنهضر مع الناس اللي ما يقدروش يديروا جمله من عندهم، دونك من في العود ما تخليها خاويه، خذها من تم. الا عندك القدره انك تبدل سي تري بيان، عندي ما يتسال، خدم مع راسك، طاقيو لي زامي ديالكم وحضروا لهاد الحصه راه مهمه بزاف. صافي، ساليت المقدمه، شو شحال فيها؟ واحد جوج ثلاثه ديال السطور. غتقول يا قليله استاذ، قليل اه ولكن خاويه قل منها، الا خليتي البلاصه خاويه قل منها. شي ملي غتشد لي هادشي غندخل معاك السخون كيما نديرو، البيت السخون ديال الحمام داخل. سي بون، نرجعو لو بلون باش نشوفو الديفلوبمون،
اش غندير في العرض هاد ديفلوبمون، باش كنبدا بيرسونيلمون شخصيا امون نافي حسب رايي سولون موا حسبي انا جو سوي تو طافي داكور افيك سيت ايدي. واش انت متفق مع هاد الناس كيمشيو عند الشوافات؟ اه بيان سور ما تكونش متفق، ودبر راسك الا بغيتي تتفق تتفق. جو سوي تو طافي كونتر سيت ايدي اي سو بور لي ريزون سويفون. الا كنتي متفقش غتقول كونتر، ولا كنتي متفق غتقول بور، ولا جو سوي تو طافي داكور. اي سو بور لي ريزون سويفون، شنو هي اي سو؟ وذلك للاسباب التاليه. شنو هي الاسباب التاليه؟ هي لي زارغيمون انا غنكتبها. Personnellement, je pense que c'est bon. Je vais dire mon ouvrage. On écrit d'abord, on écrit l'argument l'un. Ensuite, l'argument tani. Puis, l'argument telt. Par ailleurs, l'argument rabe. Enfin, l'argument khams. Tu peux dire trois lettres, ولكن تسالب enfin. Juge la, juge qlila. دير ثلاثة حتى لربعة، قديتي على خمسة سي تخي بيان. شوف واش دارت ملاك. ملاك دابا طلعتي النيفو، فهمتي؟ هادشي مزيان كتبتي سي تخي بيان، غير انا كنحاول ما امكن نقول لهم خذوا من النص اللي عطاوكم سي بيان. مي هادشي اللي قلتي ما عندي ما نقول، غير انا موجه دابا لواحد الفئة اللي باش تسلك راسها نهار يشدو يوقفوا على رجليهم نمشي معاهم حتى انا النيفو نطلعوا شي شويه النيفو عطا الله ما يدار صافي سي بون. الوغ رجعوا شوفوا لي الموضوع. بيرسونيلمون جو بونس كو اش قلنا على الكتابه اللي مكتوبه بالاحمر هي اللي نحفظ. سي براتيك نو سون كو دو فوس كرويونس، هاد الممارسات هما معتقدات خاطئه. كرويونس جات من لو فيرب كروار يعتقد، فوس كرويونس معتقدات خاطئه. اوكيل ريست اتاشي les esprits d'un autre âge. هاد المعتقدات الخاطئه بقات اتاشي، اتاشي يعني متعلقه بها دي زيسبري. لي زيسبري هما العقليات ديال واحد العصر، لاج، لاج راه ماشي ديما السن، لا تقدر تكون حتى لاج، كيقول لك لو مويان اج، العصر الوسيط. اي سو بور لي ريزون سويفونت، وذلك للاسباب التاليه. صافي ونجي لدابور، هادشي راك طولت فيه شي شويه ولكن غير بغيت نقول لكم المنهجيه ما غتبدلش. كاينه دابور، كاينه اونسويت، كاينه بوي، كاينه اونفان. درت انا غير ربعه نقراوهم. بار سوبرسيسيون او اينيورونس، هذا موضوع ماشي ديالي، ماشي زعما بيرسونيل، تصرفت فيه شي شويه ولكن هاد لي زارغيمون تقاو بارتو. المهم انا كنخدمو دابا لا ميثودولوجي. دابور بار سوبرسيسيون او اينيورونس، شنو هي لا سوبرسيسيون؟ شي واحد يعطيني لا سوبرستيسيون بالعربيه اشناهي؟ حبيب مخلص ديال لا برودكسيون كريت، راه بين المنهجيه بين المقدمه العرض الخاتمه. شي حد يكتب ليا شنو هي سوبرستيسيون سيل فو بلي باش نشوف واش الناس معانا ونمشي معانا. وي وي صار، راه باينه مقدمه عرض خاتمه، راه برودكسيون لا ماشي الشعوذه، فاتحه تخي بيان هي الخرافه. حيت كاين واحد الفرق بين الخرافه والشعوذه، انا غنكتب لك شنو هي الشعوذه. الشعوذه هي لو شارلاناتيزم، حيت لو شارلاتون هو المشعوذ. شارلاتون، شارلا، شارلاناتيزم. اما لا سوبرستيسيون هي الخرافه. شنو هي الخرافه؟ تخطيتي خوك صغير ما غيطوالش، حكيت يدي غنشد الفلوس، حكيت لي بليسريه غادي نخرج الفلوس، هادي شعوذه. بحال مثلا لي زوروبيان عندهم لا سوبرستيسيون، ما عندهمش شعوذه، عندهم خرافه، عفوا عندهم خرافه. كيقولك مثلا الرقم 13 رقم مشؤوم، كاينين شي دول في اسيا جو سي با و جابون ولا كوريا عندهم رقم 5 ما كاينش في سانسور، يعني الا كنتي طالع 5 ايطاج يا اما تنزل في 4 وتكمل على رجلك يا اما تنزل في السيزيام وتهبط على رجلك. السانكيام ما كاينش سانسور كيوقف تما، كيقول لك الا كان سانسور كيوقف سانكيام ايطاج كيوقع شي مشكل. هذا معتقد خاطئ، واخا ديك التقنيه والتكنولوجيا والروبوات اللي عندهم ولكن ماشي بحال بحال. سي بون صافي. دونك لو شارلاناتيسم هي الشعوذه، ولكن لا سوبرستيسيون الخرافه. اذا بار سوبرستيسيون
يعني باعتقادات خرافية و ignorance. L'ignorance هو الجهل. On attribue à des personnes. أشني attribue؟ كنسبو ننسبو لبعض الأشخاص أوردينير عاديين كنا ولا تسع أشهر لا شواف ولا سحار كنا ولا تسع أشهر أن بوفوار مورال إي ماجيك كتعطي واحد القوة مورال يعني ماشي جسمية مورال يعني روحية إي ماجيك وسحرية كاين نون با ما عندهمش أصلا لأن هذاك الشواف وديك الشواف باش غيغمق عليك باللسان وشكون اللي غادي يعاونك يعاونو عليك واحد خور ولا واحد المرة أخرى شكراتو لك عرفتي واحد الشواف راه قبط له ورا ملي تمشي عنده تلاقاه في الزنقة تعيق به دغيا وكاين ناس اخرين هما اللي وهموك او نيفي باردون هنا كاينه واحد او غادي نكتبها جو ميكسكوز انا نكتبها هنا ممكن او نيفي ماشي غير افي وصافي او نيفي بحال كنقولوا فعلا او نيفي سي دي بيرسون كوم الوغ Si des personnes, Haydwadcom, pouvaient résoudre les problèmes de la vie, ils auraient pu résoudre avant tout la situation lamentable où ils se trouvaient eux-mêmes. Il est qu'un ou بعض الأشخاص يقدروا يحلوا المشاكل ديال الحياة خاصهم يحلوا مشاكلهم هما بحال هادكم هادي نقدروا نقولوا كوم لا فويونت لالا زوبي لالا سميتها كاع سينا لالا كنزة سميها ولا كوم سيدي العرافي اللي كاين في اولى باك لو انهم يقدروا بوفي يقدروا ريزودغ لي بروبليم دو لا في ils auraient pu résoudre كان ممكن يحلوا المشاكل ديال لا سيتياسيون لامونطابل الوضعيه المثيره للشفقه اللي فيها هما و يتخوفي او ميم هما بروسهم واحلين كاريه مع الجيران وكتقول لك انا نعطيك ما يغنيك نوريك واحد الكنز فين كاين نحل لك المشاكل داكا الأمية الأمية لانالفابيتيسم والإنيغونس هو الجهل حيت كاين اللي قاري وهذا ماشي أمي ولكن ماشي واعي جاهل أنسويت لو ميور موان بور أفرونتي لي سيتياسيون ديفيسيل دو لا في أحسن طريقة خدوا هاد لي زارغيمون سي فو بلي وكيفو من حسب المستوى ديال لو ميور موان أحسن طريقة بور أفرونتي لي مواجهة les situations difficiles de la vie, les situations difficiles seraient de recourir à la raison. Il s'agit de la raison, de l'aql. خدم عقلك. Et d'assumer toutes ses responsabilités. تحمل مسؤوليتك. بحال مثلا لالا زوبي ملي كاين مرض ولدها اش كدير؟ كتمشي تقلب على الشو عند الشوافات، عند الأضريحة، سيدي علي بوغالب، سيدي علي بوسرغين، سيدي يحيى دياب. داكوغ ولا كتمشي عند سيدي العرافي ولكن المعلم عبد السلام ملي طاحوا ليه الفلوس اش دار تحمل مسؤوليته داكوغ تحمل مسؤوليته ماشي مشى قلب على الشوافات قال لي طاحوا ليه الفلوس عاونيني لا مشى شرا منجل ومشى للعروبيه يحصد جمع الفلوس نشوف واحد الاخ مروان منصور اش كتب بوغ اليميني لوغ ليغوبر ديستان سيغتان بيغسون بونس كو لي سيونس دو سوبرفيسيو فون ميتر فان ا لوغ بروبليم D'autres les opposent en s'armant de plusieurs, en s'armant ANT de plusieurs arguments lesquels de ces deux catégories sur la bonne pente. Très bien. Hadi Mokadima, c'est une excellente introduction. غير اش قلت لكم في الاول انا راه ما غتلقاوش غير هاد المنهجيه غتلقاو بزاف د المنهجيات ولكن غتاخد انت اللي غتكيفها مع الوضع ديالك وانا نقولها ونعاودها سيروا سير ضعفائكم انا جو فيز كنتوجه للتلاميذ المترشحين اللي ما يقدروا يكتبوا حتى حاجه نهار ليكزامين حيت بحال هادشي اللي كتب الاخ مروان راه سي تري بيان شي حاجه نيفو طالع ياك ولكن اللي عطيتها لكم غادي توحلوها باش تحفظوها ماشي بحال سيغتان بيرسون بونس كو دغيا غتقول لي واه هذه نقطه ماشي بحال هذه ايوا ولكن ما غيحفظش لك هذه شنو غنديروا ليه نضيعوه نقولوا له صافي كره الفرونسي خصني نعطيو جمل بسيطه اللي يجي فيها خمسه والفوق فهموني اش كندير سي فوبلي نكمل L'exemple du père de Sidi Mohamed. Alors, je cite l'exemple dit. Illustré par des exemples. Illustré par des exemples. L'exemple du père de Sidi Mohamed dans la boîte à merveille est significatif. C'est significatif. C'est
لو سينيفي ولو سينيفي الدال والمدلول داكوغ لو جور ميم دو سا فايت النهار اللي دار فايت شنو فايت يعني افلاس طاحوا لي الفلوس اي رياجي انتيليجامون تصرف بذكاء اون ديسيدون دالي ترافايي على كومبان قرر يمشي للعروبيه باش يخدم كوم موانسونور في الحصاد اي ديكونوميزي اسي دارجون ويوفر الفلوس افان دو بوفوار اوفرير سون اتولي باش يحل الحانوت ديالو. اذا كتبين هنا بانك انت ضد زيارات الشوافات. خاصنا نكونوا بحال المعلم عبد السلام. بوي لارغيومون الثالث دي زيسكرو كي نو فون كارناكي اي بروفيت دو لور ignorance اي دو لور فيبل كرويونس. هادوك لي فويونت ولا لي فويون سو سون دي زيسكرو نصابه اغناكي كينصبوا اي بروفيت دو لينيورونس كيستافدوا كيستغلوا الجهل و لا فيبل كرويونس و ضعف الايمان لا كرويونس هو الايمان كنقولوا ان كرويون مؤمن داكوغ. نشوفوا لارغيومون الاخر انفان سي براتيك مين او بوليتيزم هاد الممارسات تؤدي الى بوليتيزم. شنو هي بوليتيزم؟ شي واحد يشرحها ليا سي فوبلي سي كوا بوليتيزم؟ هي سطرت عليها ونعاود نكتبها هنا فيها بولي. اش كتعني بولي؟ واش كتعني تيسم؟ باش الا فهمتوا المعنى ديال هذه الكلمه غادي تعقلوا عليه. هكا شي حد يقول لي شنو هي بوليتيزم كلها وعاد نفصلوها بشويه بشويه. مرحبا مروان فهمتوني اش كندير سي فوبلي لا لوجيك ديالي الله يرضي عليك راه لي زارغيومون عطا الله فين نقلبو عطا الله نديرو هاد ديالنا راه بلا ما نقولو ليكم داكوغ. ولكن كتشوف انت لو بوبليك سيبل الجمهور اللي متبعك الناس اللي باغا تخدم الشرك بالله تخي بيان. الوغ شنو هي بولي؟ بحال كتسمع بولي كلينيك. شنو هي بولي كلينيك؟ بولي يعني بوكو. بولي كلينيك يعني فيه بوكو دو سبيسياليتي فيه بزاف تخصصات. و تيسم جات من اله حنا غنقولو ديو داكوغ حيت ماشي كلها ولكن غير تي. هاد تي هو باليونانية ديو. علاش كتلقى الملحد كيقولو لو اتي؟ شنو اتي؟ ملحد. شنو هي ا؟ بحال نورمال انورمال. ا كتعني لو كونتخيغ العكس يعني ما كيامنش بالله كيتسمى اناتي داكوغ. دونك هاد الممارسات كتأدي الشرك بالله. علاش كتأدي الشرك بالله؟ لان كتامن بان راه كاين شي حد اخر من غير الله كيعرف الغيب. انت شركتي بالله الله بوحدو اللي كيعرف الغيب داكوغ. الشرك بالله هو بوليتيزم والتوحيد هو مونوتيزم. توحيد مونوتيزم يعني هاد مونو كتعني واحد و بولي كتعني بزاف داكا. الوغ صافي واضح هادشي. دونك غنشوف معاكم دابا لا كونكليزيون. سي تري سامبل ياش ديتي لو بلون عندك واحد 50% ديال النقطه في لابوش خاصك تجتهد شويه سي بون. نرجع معاكم لو بلون نشوفو باش سالات لا كونكليزيون. الوغ شوفو سيل فو بلي بور كونكلور ندير انا بور كونكلير. ما عجبتنيش ندير بغيف. ما عجبتنيش اشني بغيف باختصار او امو في كلمه واحده اون غيز دو كونكليزيون على سبيل الختام. ناخذ وحده فيهم ونزيد عليها اون بو ديدوير دو سو كي بريسيد كو نستنتج مما سبق ان انا كتبتها. بور كونكلور اون بو ديدوير دو سو كي بريسيد كو ديما تشوف الحاجة مكتوبة بالحمر الله يستر عليك. شوف فوالا تخي بيان تخي بيان مروان هاديك بولي بحال في بوليغامي تعدد الزوجات مكاينش مرة وحدة كاينين بزاف. بوليتيزم مكاينش إله واحد كاينين بزاف داكا. ومونو كتعني على واحد. بور كونكلي دونك ردو البال هادشي اللي مكتوب بالحمر حافظوا عليه ولكن في لو بلون شنو كتبت أنا في لا كونكليزيون باغ سوبرستيسيون إي إينيورونس نستنتج مما سبق انه بالاعتقاد بالخرافه او الجهل او باغ لابسونس كازي توتال يعني كازي توتال يعني التام الغياب التام للعقل لابسونس الغياب كيقول جيب لي في لابسونس ورقه الغياب. بوكو دو جون ردوا البال بوكو ديما مع دو عندكم ديروا دي بوكو دو جون ماشي دي جون اتونسيون بور ريزودر بزاف الناس
بوغ ريزودغ لي بروبليم دو لا في باش يحلوا مشاكل ديالهم في الحياة، غوكور يلتجئون ا دو فوس براتيك، لاعتقال ممارسات خاطئة، اي دو فوس كرويونس، واعتقادات خاطئة ستيريل، عقيمة. شني عقيمة؟ ما منها حتى شي فائدة. او ليو دو فيغ فاس ا دي سيتياسيون، او ليو في عود ما يواجهو فيغ فاس ا سي سيتياسيون، هذا يواجه هذه الوضعيات باغ لو ميور غوميد، لاحسن طريقه كو سون لانتيليجونس اللي هي الذكاء والعقل او التفكير او الذكاء. داكوغ، لانتيليجونس اي ليسبري، صافي. تقدر دير هذه الجمله، ولكن اللي ننصحك به هو هادي، هادشي هاد ربعه السطور هادي ننصحك بها تحت اي ظرف من الظروف، ما تنساهاش. ما غنقولش لك كتبها صغير ورا فشي ورقه وديها معاك، لا، ولكن غادي تحفظها لان باقي عندك العام طويل، العام كامل وانت كتكتب فيها في لا برودكسيون كريت. شي الا بغيتو تدربوا على لا برودكسيون كريت، اختار موضوع وحط هاد لو بلون اللي عطيتك وبدا تخدم. هكا غتقول لي لي زارغومون ملي غنجيبهم، هذه مساله مهمه بغيت نقولها. لي زارغومون ملي توصل دابور، ملي توصل هنا غنقول لكم واحد الهضره تقدر ما تعجبكمش، ولكن غنقول لكم علاش ما غتعجبكمش. دابور غتمشي لجوجل وغتكتب هذا الموضوع اللي عطيتك، هذا شي هذا الموضوع غتكتبه هو كيما هو. هذا سيغتان بيغسون بونس كو لا فيزيت دون فويونت لو بيرمي دو ديسيلي لو غافين ريزولتر لو بروبليم. الي داكور، الو غادي يعطيك الموضوع، انت اش غدير؟ ما غديش على الموضوع كامل، غتمشي تقلب على دابور وتهز الجمله اللي وراها، اونسويت الجمله اللي وراها، ولكن لو بلون اللي عطيتك ما تبدلوش، حيت غتبقى تخدم بيه جميع المواضيع. ما تاخدش لو بلون ديالهم هما اللي لقيتي في جوجل. غتقول يا استاذ واحنا كدا جوجل، اشوف ديك المره سمعت واحد لو بروف ما عقلتش شكون هو، قال لك بان ماشي جوجل هو اللي كنقلبو فيه، كنقلبو في لو ديكسيونير، وراه جوجل راه فيه الديكسيونير. راه غتمشي لجوجل وغتكتب كلمه وغتكتب لاغوس، لاغوس لو بتي روبير، تكتب سميت شي ديكسيونير عندك في الدار مثلا، كتاب راه ما بقاش الورق دابا، راه ولا الرقمي ولا نيميريك، راه اونسيكلوبيدي بغيتي موسوعه تيليشارجيها من جوجل. في العود ما تشريها ب 4000 5000 درهم كما كنا كنشريوهم حنا، كتلقى مثلا فيها 20 كتاب كتهضر على لابسيكولوجي على لابيداغوجي على شي حاجه، لا كتيليشارجيها بي دي اف. يعني جوجل راه فيه كلشي، مش جوجل راه فيه ديكسيونير، ضروري يكون عندي ديكسيونير مغبر في الدار باش نخدم. انا عندي تليفون غادي في طرام، غادي على رجليه جالس في قهوه، ماشي غنهز معايا ديكسيونير كيدير 10 كيلو تليفون، وندخل الواي فاي على حساب مول القهوه، كل شيء على حسابه، تيليشارجي ندخل نقلب على الكلمات في لو ديكسيونير اللي بغيت انا. دونك الله يرضي عليكم، جوجل راه هو المكتبه دابا، كاينين بزاف المحركات ولكن هو اشهرهم. صافي، هنا مستوى محبه الاسلام اولى وثانيه، باك عندكم ان تيكست ارغومونتاتيف. صافي، الوغ نشوفو لا كونكلوزيون. اللي قلت لكم هي هادي، شوف هاد لا كونكلوزيون باش ما تقولش هي ما غتخدمش ليا لاي موضوع، شوف الهضره اللي فيها وانت حكم. فينالمون، ختاما، اون غومارك كليرمون دو سو كي بريسيد، نستنتج مما سبق ان اش خليت هنا، اسم الموضوع اللي عطاوني، يعني الموضوع بوحدو اللي غتبدل. الا عطاوك لا غير غتقول لا غير، لا بوليغامي لا بوليغامي، لا فيزيت دي فويونت لا فيزيت دي فويونت، داكوغ، ليكول تراديسيونيل ليكول تراديسيونيل، لا سوليتود لا سوليتود. اي موضوع عندك في القصه، يا اولى باك يا ثانيه باك، كتكتبو تما، شوفو ما عطاو. غيست ان سوجي تري ايبينو، يبقى موضوعا تري ايبينو شائك، ايبينو جات من لي زيبين الاشواك. اش كنعنيو بموضوع شائك؟ يعني ما يقدرش اي واحد يحسم فيه، انا نقول راي وانت تقول راي اخر. نديرو مثلا، غتسمحوا لي نفتح هذا القوس، دابا حنا خدامين ياك، يعني معانا شي واحد مشى عند الطبيب ما دار ليه والو، مشى عند طبيب اخر ما دار، مشى عند 20 طبيب، مشى عند شوافه ولا لاباس، واش هذا غتقدر تقنعو؟ والله ما تقنعو. كيقولك شوف اطباء كاينين، ولكن كاين شي امراض ما كيفهموش فيهم الاطباء، وبارفو الطبيب اش كيقول لك؟ انا ماشي كنقول لك رايي الشخصي ديالي، كنقول لك راه معانا ناس ممكن يكون واقع عليهم هادشي. كيقول لك شوف الطبيب براسو كيقول قلب على راسك، الطبيب ما عنده ما يدير لك. نزيدكم حاجه اخرى، ربما معنا شي اخ ولا اخت داكوغ كيمارس هاد المهنه
او عنده ماما ولا بابا كيمارس هذه المهنه وعايش فيك، كيخرج اخر موديل في الطوموبيلات مثلا، واش غتقنعو؟ والله ما تقنعو. ايوا بغض النظر على الجانب الديني والاعتقاد وداك الشيء، انا كنهضر على الراي الشخصي، حطوا معايا البلاش كنقول سي فوبي باش نكونوا موضوعيين. اذا هذا الموضوع ماشي كل شيء متفق عليه 100%، وفي الحياه ما يمكنش تلقى 100%، داكوغ امبوسيبل تلقى 100%، ضروري تلقى شي 10% مختلفين على كاع العالم. في كو شاكان دونو نظرا، يا في كو شاكان دونو، اي واحد منا اكسبريم سي كونفيكسيون، يعبر عن قناعاته. راني كنشرح بالعربيه باش تعقلوا على هادشي. كونفيكسيون هي القناعات، انفيغ سو تيم، نحو هذا الموضوع، سويفون سا مانيير دو فواغ لي شوز، حسب نظرته للاشياء. بار كونسيكون، وبهذا سو سوجي، هذا الموضوع غيس اوفير سيغ تو لي فولي دو لا في، يبقى هذا الموضوع مفتوحا على مصراعيه في جميع انحاء الحياه او انحاء المعمور. الوغ غادي بالله عليكم، واش هاد الخاتمه هزيتيها وحطيتيها في شي موضوع ما تخدمش فيه، انت غتبدل على سميه الموضوع، يعني 1000000% اي موضوع يخدم ليه هذا. وغنشوفوا واش درناه هنا، هو درناه ف لا برودكسيون كريت لي صوت، هاي انا تطورت عليه فينالمون. اون روما كليرمون دو سو كي بريسيد كو، اللي بالحمر ما يتبدلش، لا فيزيت دي فوايون. دونك اش درت؟ خليت غير الموضوع كتبته بالكحل، الا كان لا بوليغامي نحيدها وندير بوليغامي بالكحل. D'accord? Reste un sujet très épineux, vu que chacun de nous exprime ses convictions envers ce thème, suivant sa manière de voir les choses. Par conséquent, ce sujet reste ouvert sur tous les volets de la vie. C'est bon? Rdi sou le bel ej drt. Ha le plan li ndi. Kit sma plan simple. Ou bien plan général. Smiya machi mouchkila. Ta wahed ma gaygoul lak fimtihan, ktib liya bhad le plan la bhad. Ou ma gaygoul chka smiya hada le plan. Nta gatqara le sujet, وغتعد تقول بسم الله في لو بلان سامب. ممكن مواضيع كيدار فيهم بلان كومبوز، يعني فيها الراي والراي المضاد، متفقين، ولكن النيفو ديالي اللي كيحدد، ما نتعلقش فين نتفلق. سي بون الا الا رديتو البال، هنا كاتب انا بلان سامبل 2 وعاود كتبت هنا بلان سامبل 1، راه هذا راه هو هذا، غير هذا دو ديال الدراوش بحالي، داكوغ، وهذا ديال العفاريت، هذا اللي على اليسار ديال العفاريت. كيفاش ديال العفاريت؟ يعني بغيتي تبدا تفطح، بغيتي تبدا تستعرض في العضلات ديالك، بغيتي تبدا تقول لهم انا راه ماشي غير كنجي وكنقول الراي الشخصي ديالي، لا راه كندير واحد المقدمه متوله ومقاده وهي هذيك. دونك اللي قد يحفظ هاد الثاني على اليسار يحفظ. شوف باش بادي، Il est temps qu'on aborde un sujet qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Il est temps. Je n'ai il est temps. Alors que vous m'avez dit que je l'arabie. حان الوقت d'aborder لنتطرق إلى موضوع un sujet qui fait couler beaucoup d'encre أسال مدادا كثيرا ces derniers temps مؤخرا. حان كنت تشويق. حان الوقت لنتطرق لموضوع أسال مدادا كثيرا مؤخرا. انت كل شيء داك اللي غيصح عليك غير شغي يقول اشنو هو هذا الموضوع الذي اش غيقول هذا السيد هذا. وغنمشي لسيغتان بيغسون اللي بديت بها قبيله، ما بديتش بها قبيله، بديت قبيله بديت بها مباشره، دابا لا ما بديتش بها، عمرتي شويه. سيغتان بيغسون استيم ولا ديز ولا فوا ولا بريفير ولا ام كو، كناخد وحده داكوغ، وعاد كنزيد عليها اشني غوفورميلاسيون دو لا تيز. ماشي نكتب لا غوفورميلاسيون، ماشي نكتب، لا غوفورميلاسيون هي اعاده الصياغه. دونك هاد لا فيزيت دون فوايونت لور بيرمي دو دو ديسيلو لي غافيني ريزولدو البروبليم، ما نخليهاش، كنحورها، كنحاول نخدمها بطريقتي. ردوا معايا البال سي فو بلي، كنحاول نبدل او نهضر بواحد النيفو اللي هو طالع شي شويه، وكنوجه دابا الهضره للناس اللي ممكن يحفظوا هادشي ويكتبوا صافي. دو لا من هنا il s'avère légitime de poser la question suivante، يبقى السؤال التالي مشروعا، ليجيتيم يعني مشروع. شنو هو السؤال؟ دون كيل مزور، الى اي حد peut-on dire، يمكن ان نقول كو سات كونسيبسيون، هاد الفكره ايتيل جوست. الى كنتي متفق مع زياره تشوافات قول جوست، ما كنتيش متفق قول انجوست.
اي بون نشوفوا هذا الشيء. هاو هذا الشيء اللي قلت ها هو كتبته عاوتاني بالاحمر. ردوا معايا البال سي فو بي، كنعطيك المنهجيه وكنعطيك الموضوع خارج بديك المنهجيه. Il est temps qu'on aborde un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Certaines personnes pensent que هادشي كله بحمر ما يتبدلش. دابا لا تيز، la visite d'une voyante leur permet de déceler leur avenir et résoudre le problème qu'ils soient au niveau de travail, de la santé ou des relations amoureuses. D'accord؟ عاوتاني، de là il s'avère légitime de poser la question suivante. Dans quelle mesure peut-on dire que cette conception est-elle raisonnable؟ قبيلا قلت injuste، دابا قلت raisonnable. انا ندير injuste باش ما تلفوش. طب جوج مصحاح. نديرو حنا انجوست داكوغ، نحيدو غيزونابل باش ما تدوخوش، باش ما تقولش لو بلون فيه كلمه، حيت ملي كتصرف شي شويه في الجمله راه صحيح هادشي. غير نتوما دابا خاصكم تشدو معايا داكشي بالحرف دابا. ها ساليت سيدي المقدمه، دابا غندوز لاش العرض. شوف الديفلوبمون ديال هاد لو بلون اللي عامر ديال الجنون ديال العفاريت، ماشي ديال الظريفين دري الدراوش. دون سو كي سوي، فيما يلي il sera question d'élucider davantage ni élucider ووضح اكثر davantage cette question هذه الاشكاليه وهذا السؤال suivant le principe qui dit انطلاقا من المبدا الذي يقول ان toute personne doit avoir une position par rapport à n'importe quel sujet اي واحد عنده حق في الراي في ابداء الراي نحو اي موضوع. quant à la mienne فيما يخص موقفي je pense ولا جو فوا ولا جيستيم كو ندير الراي الشخصي افي بيرسونيل اي جو بو مو ديفوندر بار ما ارغيومون ما هي بوكو دارغيومون. واش رديتو البال هذا راه عامر شي شويه، الا ما قديتوش عليه خليكم في الاول نرجعو نشوفو هادشي اللي قلت دابا في لو بلون اللي عندكم هنا. ها هو مكتوب بالاحمر، ردوا معايا البال الاحمر ما يتبدلش. دون سو كي سوي il sera question d'élucider davantage cette question suivant le principe qui dit que toute personne doit avoir une position par rapport à n'importe quel sujet. Quant à la mienne, je pense que ودابا ملي تشوفوني كتبت بالكحل راه الراي الشخصي ديالي افي بيرسونيل، هادي افي بيرسونيل، شي افي بيرسونيل هنا الراي الشخصي هادي راه هي هادي اللي غنكتب دابا بالكحل هادي. Ces pratiques ne sont que de fausses croyances auxquelles restent attachés les esprits d'un autre âge. ملي جبت هذا الراي دابا جبته من قبيله من لو بلان ديال قبيله، يعني ممكن نزوق ولكن نحافظ على لي ميم زارغيوم. اي جو بو مو ديفوندر بار ما ارغيومون بالحمر خديتها من لو بلون، ونرجع نشوف ليكم واش كاينه دابور ولا شي حاجه اخرى. ما كايناش دابور، كاينه تو دابور، راه بحال بحال. اي مو سومبل انيفيتابل دو سوليني كو، ونزيد عليها واحد لارغيومون. ها هي تو دابور اي مو سومبل انيفيتابل دو سوليني كو، هاد كو كان عليا نديرها بالحمر حيت ما تبدلاش. باغ سوبيرستيسيون اينيورون او اينيورونس اون اتخيو ا دي بيرسون اوردينار ان بوفوار مورال اي ماجيك اي نون با اون افي. قبيله نقصها حتى دابا نقصها حيت درت كوبي كولي. اون افي او ان سي دي بيرسون كوم لا فويونت، هي نقصها قبيله، بوفي ريزودر لي بروبليم دو لا في زوري بيو ريزودر افون تو لا تو لا سيتياسيون لامونتابل وي سو تروفي او ميم. شنو قلنا هنا؟ لي زارغيومون اللي درت قبيله عاودتهم. اش بغيت نقول لك؟ بغيت نقول لك بان لو بلون هو اللي كيتبدل، اما لي زارغيومون كيبقاو لي ميم. دكا نشوفوا مروان اش كتب مزيانه. مروان كتب هادشي سي تري بيان باش يستانسوا به الناس اللي متبعين، كنشكروك. كونسلتي ان فقيه فويونت اي دو لا سوبرستيسيون ايتون اون ارما دوبل غيز ايل سو مانيفيست. باش نشرحوا لهم دوبل غيز يعني بحال كنقولوا ماضي على جوج جوايه، سيف ذو حدين. ايل سو مانيفيست دون تو لي نيفو كولتيغيل اي فينونسي. تري بيان، المستويات الثقافية والمالية سي نورمال. سو فليو ملي كتسمع فليو يعني ظاهرة ا بوكو دو كوز. الوغ بالنسبة لمروان اللي دخلتي لي كوز وليتي في واحد لو بلون اخر كيتسمى لو بلون اناليتيك. غنشوفو لي كوز لي كونسيكونس اي لي سوليسيون، راه كاين لو بلون الا بقى ليا الوقت راه غنشوفو معاهم اليوم. داكوغ واخ ماشي مشكل. قلنا اونسويت Il est essentiel de mettre lumière sur le fait que. Je mettre lumière. Nous sommes le plan. Donc, nous avons le plan. Ensuite, il est essentiel de mettre lumière sur le fait que. On dit l'argument. On a l'argument.
منين جبت لاغيمو من قبيله، داكشي اللي قلت قبيله عاودته هنا. لو ميور مويان، احسن طريقه بور افرونتي لي سيتياسيون ديفيسيل دو لا في سيري دو ركورير على لا ريزون اي داسيمي توت سي ريسبونسابيليتي ليكزامبل دي بير اتسيتيرا. فاش قلنا مشى للعروبيه او اش دار، شرا واحد المنجل ومشى يخدم حصاد كوم مواسونور. داكوغ، غتعاودو تقراو هاد هاد لارغيمون اللي هنا هو اللي درنا قبيل. نشوفو لارغيمون التالت، باغ ايور il va sans dire que. اشني il va sans dire que؟ يعني بحال كتقول بلا ما نقول، راه باينه من نافله القول كنقولو بالعربيه. شنو من نافله القول؟ انا شفت واحد البرلماني واحد المره دار واحد الجمله عجبتني، قال ولن افشي سرا اذا قلت ان هذه الحكومه تضحك على الشعب. لن افشي سرا يعني كاع الناس عارفين، راه ماشي سر هذا، يعني il va sans dire que بلا ما نقول بان راه كيضحكوا علينا، راه كيضحكوا علينا نيت. داكا هيا باغ ايور، هادو هما عبارات شدوهم سيل فو بلي. il va sans dire que les voyantes ne sont il va sans dire que تال هنا، هادشي الاخر بالكحل، اللي هنا بالكحل. Les voyantes ne sont que des escrocs, nsaba, qui ne font qu'arnaquer, profiter de leur ignorance et de leur faible croyance. Qu'est-ce que c'est hein? L'ignorance, le jahl dialhom, ou ضعف l'iman, faible croyance. Il y a un argument, enfin, on peut rappeler que, akhiran, yumkino an nudakira bi anna. Enfin, on peut rappeler que, ces pratiques mènent au polythéisme. قلتها قبيله، هاد الممارسات كدير الشرك بالله، كي لو بلو غران دي بيشي. شنو هي بيشي؟ بيشي هي الاثم، كي انترديز لاكسي او بارادي، اللي كيمنعك انك تدخل الذنوب الاثام، كيمنعوك تدخل لو بارادي الجنه. سي نورمال، من اتى عرافا او ساحرا او كاهنا وصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولن تقبل صلاته 40 يوما. وتخيل 40 يوم وانت تصلي وجاتك لا قدر الله الوفاة كأجل، في ديك 40 يوم كتمشي وانت ما كتصليش، يعني شي حاجة سميتها الجنة غير بلطف الله وصافي. صافي سي بون، نكملو دابا لا كونكلوزيون ياك. شوف لا كونكلوزيون ماشي بحال قبيلة اون بو ديدوير دو سو كي بريسيد، لا اون غيز دو كونكلوزيون، على سبيل الختام. ابخي زافوار examiner tous les arguments surmentionnés. بعد ان ناقشنا الحجج المذكوره اعلى، سور هي الفوق، اعلى اعلى يعني فلا دابور انسيت بي انفان. il s'avère que يبدو ان، بحال تاكدنا ان. après avoir examiné tous les arguments surmentionnés il s'avère que la visée dévoyante واحد الاس هنا سيل فو بلي، كلافيير هادي ما كيديرنا شويه ديال الضحك. ولا تقدروا تقولوا لا فيزيت دون فويون، صحيحه، اي توتالمون ادميسيبل. داكوغ، ماشي ادميسيبل، انادميسيبل، باردون، انادميسيبل غير مقبول. غنكتب هذه خصها ضروري تصحح، حيت ادميسيبل هي مقبوله، انادميسيبل. مي اون ديغنيغ كيسيون غيست ابوزي، ولكن واحد السؤال في الاخر غيبقى مطروح. Une dernière question reste à poser. Jusqu'à quand ces pratiques restent tolérées? Il est aïe had. Had le moment là, ça te rend compte de ça. Le mien, qui fait que je rentre ça. Le mien, c'est un mec en chaleur. Je suis fait. 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 Je ما كيعرفهمش فين كاينين الشوافات وفين كيتباع الحشيش. الشعب اللي كيعرفو هما ما عارفينش. ما كيقول كاع الناس عارفين الحشيش فين كيتباع الا البوليس. ما احسن العون، حتى الامكانيات المتوفره لهم حتى هما راه لا تكفي باش يغطيو كلشي. كتلقى كوميساريه فيها ثلاثة حاكمة على حي. هادي الاولى باك ام ياسر. هاد اللايف هذا شوف باش نتفاهموا، الخميس راه ديال اولى باك، غير بعض المواضيع كاينين حتى ديال الدوزيام باك، راه كنشوفوا معاكم الحد، غير ما كنبغيش نقول لكم ما تدخلوش الخميس. طيب دخلوا دخلوا، ولكن الحد هو ديال الدوزيام باك. الوغ نشوفوا دابا شنو نشوفوا. اون كونكلوزيون
On peut dire que, par superstition, ignorance ou par l'absence quasi totale de la raison, en conclusion, on peut dire que. Ou là, je te il a dit, c'est très bien, l'idée de la العذر باش ما ديرهاش حيت كتهضر بصفة عامة على أي موضوع غير ديك البلاصة الخاوية دير فيها لا فيزيت دي فوايونت زيارة الشوافات صافي فينالمون اون رومارك كليرمون دو سو كي بريسيد كو لا فيزيت دي فوايونت ريست ان سوجي تري ايبينو دو كو شاكان دو نو اكسبريم سي كونفيكسيون انفير سو تيم سويفون سا مانيير دو فوار لي شوز بار كونسيكونس سو سوجي ريست اوفير سيرتو لي فولي دو لا في وغتاخد نقطة ممتازة على حسابي يعني هادشي كله لحفظتيه حاول غير لي زارغومون ديرهم زوينين وبساط وكون متأكد بأن عندك فوق خمسة ديالك ورا قلت لك فوق خمسة بالصحة والراحة إلا جيتي 10 ولكن أنا كنهضر مع الناس اللي عندهم مشاكل ما يقدروش يكتبوا دونك واضحة الأمور عليكم بهذا لو بلان كاين لو بلان سامبل دو بالنسبة للناس اللي كيشوفوا روسهم باغيين غير يقضيو الغرض وصافي المهم ما يجيبش تحت من المعدل اللي باغي يطلع النقطة شي شوية شوف هذا البلان سامبل ان اللي على اليسار من بعد باش ما نطولش عليكم كاين لو بلان كومبوزي هنا هو ها هو ومن بعد كاين لو بلان اناليتيك نشوف معاكم لو بلان كومبوزي بعجاله تنخدمو بوحدو اش كنعنيو بكومبوزي ولا دياليكتيك كومبوزي يعني مركب يعني فيه الراي والراي المضاد لا تيز اي لونتي تيز شوفوا الموضوع سوجي سيغتان بيغسون باردون سيغتان بونس qu'il faut recourir à la violence pour régler le problème. D'autres préfèrent le dialogue, qu'en pensez-vous? كتعرفوا في لا بواط ميرفي سيدي محمد ما كيحملش واحد البنت اللي هي زينب وديما مضارب معاها فين ما تخول ليه شي حاجه ولا يخول ليها شي حاجه ما كاين عاد مضاربه يعني هاد الناس كيعالجوا مشاكل ديالهم بالعنف لا فيولونس ولكن كاينين ناس اخرين اش كيفضلوا لو ديالوغ اذا شحال من راي كاين كاين جوج الاراء ها هو الراي ديالي الرأي الأول certaines personnes pensent qu'il faut recourir à la violence pour régler leurs problèmes الرأي الأول كيتسمى la thèse أنا نكتبها هنا la thèse يعني الفكرة أو الرأي d'autres préfèrent le dialogue ولكن كاينين ناس أخرين كيفضلوا لو ديالوغ هادو اللي كيفضلوا لو ديالوغ كتسمى لونتي تيز يعني ضدهم لونتي هي الضد شفناها في لي فيغور دو ستيل ياك Antithèse. Aïe. C'est bon? Qu'en pensez-vous? Donc, on a dit que c'est le rôle de l'homme, le séminaire composé, mais je ne sais pas le cas. Quand tu dis que tu es un peu de temps, tu es un peu de temps. 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 Tu es هاد لي زارغومون اللي كنكتب هنا ديال الناس اللي كيفضلوا العنف وغتجي هنا غدير لي زارغومون ديال الناس اللي كيفضلوا لو ديالوغ وغتجي حتى لا كونكلوزيون وغتقول لينا انت معامن جو بونس كو بيرسونيلمون جو بونس كو واش كتفضل العنف ولا كتفضل لو ديالوغ ولا كتقول مره خصني ندير العنف مره خصني ندير لو ديالوغ قاضي يا مروان بالنسبه للديالكتيك اللي كنسميها انا كومبوزي باش دير لكم سهله فيها لي بارتيزون شنو هي لو بارتيزون هي المؤيدين ولي زوبوزون هي المعارضين كنقولوا حتى لي هما كيقولوا لي ديتراكتور داكور ماشي لي كونتراكتور سينو ماشي مشكل ديروا نتوما بارتيزون اي اوبوزون مؤيد ومعارض صافي سي بون دونك هذا غادي الحصه المقبله ان شاء الله غادي نخدموا باستفاضه ولكن ضبطوا معايا سيلفو بلي هاد لو بلون اللي عطيتكم هاد الجوج شدوا ورقه والسيلو سكريني بعد هاد الشاشه راه عندك في اللايف دير بوز وسكريني ونقل الجمل اللي غتحتاج ها اللي غتحتاج صافي بغيت نقلو كامل نقلو كامل سي بون وخدم على راسك واختار مواضيع وحط لو بلون وبدا تخدم ملي توصل لي زارغومون ودخل لجوجل قلب عليهم وحاول تاخد جمل بسيط كما قلت لكم في لو بلون اناليتيك شوفوا هنا اش غيقولوا لنا في لو بلون اناليتيك بليزيغ جون سادون على دروغ بزاف الشباب كيتعاطاو المخدرات ياك اذا الموضوع شنو هو ولا دروغ كيل سون لي كوز ما هي اسباب كي لي بوس ا سولا اللي كتدفعهم يتعاطوا المخدرات كيل سون لي كونسيكونس ما هي النتائج ديال هاد الظاهره
et quels sont les moyens efficaces وما هي الحلول الناجعة للحد من هذه الظاهرة. إذا ثلاثة الحويجات: les causes, les conséquences et les solutions. هنا ملي تشوف هذا الموضوع بحال هكا عرف راسك راه في لو بلون اناليتيك، حتى هو عنده هضره كتقال. هاي هاد الهضره كلها اللي هنا كتحفظ، فهمتي؟ ما تقولش لي يا استاذ هادشي كتير، راك باقي يلاه في شهر 11، انا درتي كل نهار حفظتي غسطر، ما غتجي فين تكمل واحد الشهرين انت غتلقى راسك كملتي كلشي، ما يجي فين يجي الجهاوي ان شاء الله تتلقى راسك وليتي النيفو ديالك تحسن، حيت انت نهار ليكزامان ما عندك ما دير، عندك ساعتين عام وانت تقرا فيها، بحال هادوك اللي كيجريو في 100 متر في العاب القوى، عامين هو كيدرب على 9 دقائق باش يدير ديك 9 دقائق وشي حاجه باش يدي الرقم العالمي، بحال داك يوسن بولت كيقول لهم عامين وانا كنجري على قبل 9 دقائق، ولكن دخل التاريخ. دونك انت عام كامل وانت كتخدم على قبل ساعتين باش تجيب ان بون نوت في اللغه الفرنسيه. نتمنى يكون اللايف رونطابل مفيد، خديتو منه شي حويجات وخديتو من الاخ مروان اللي كنشكرو بالمناسبه، عجبتني الخدمه ديالو، ولكن نعاود نقول ونأكد بانني راه اسير سير ضعفائنا، هذه السنه النبويه والهدي النبوي، حيت الا طلعتي النيفو غتبقى ضرعه بوحدك ولا غتخدم مع جوج مع جوج الناس، بحال في قسم مثلا عندي 40 تلميذ لو ما هبطش النيفو غنخدم مع جوج وليدات ولا ثلاثه وصافي، والاخرين غيبقاو يشوفوا. دونك اش كدير؟ كتهبط النيفو باش تشرك على الاقل اكثر من نص القسم. صافي، واضح الامور. كنتمنى لكم استفاده ومتعه، وكنشكركم بزاف، وكنتمنى انكم تخدموا هذا الشيء اللي عطيتكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.